احنا نتكلم عن فرص في عمان، تم اختيار عنوان فرص عبر الزمن انه هو يكون عنوان الجناح. منها اخترنا اللبان العماني انه هو يكون الرمزيه اللي نقدم فيها الفرص، كونه مرتبط حضاريا وثقافيا وتاريخيا بقطاعات متعدده يتكلم عنها الاكسبو في مواضيع الاساسيه والفرعيه. فصنعنا تجربه الزائر مقسمه على مجموعه مراحل سميناها بدوره حياه اللبان. في كل مرحله يتعرض فيها الزائر الى مجموعه مواضيع وقصص مرتبطه بالمواضيع الاساسيه والفرعيه للاكسبو. التصميم المعماري للجناح استلهم تجريديا من شجرة اللبان، كما قمنا أيضا بوضع 10 أشجار لبان من سلطنة عمان في المسطحات الخارجية للجناح. تجربة الزائر تبدأ من قاعة الشجرة الأم اللي يتعرف فيها على الشجرة وأيضا الحضارات المختلفة اللي وصلها اللبان العماني، بالتالي خلقنا رابط تواصل العقول ومنها نبدأ في رحلة النمو والحصاد والاستخدام التنقل والاستخدام. وفي كل مرحلة نتعرض لمجموعة مواضيع مستقبلية من عمان تتواءم مع توجهات السلطنة في رؤية عمان 2040 وأيضا مع المواضيع الفرعية للإكسبو اللي هي التنقل والاستدامة والفرص. شارك في صنع الجناح أكثر من 300 شاب وشابة من عمان، كما تم إشراك 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في تصميم وتنفيذ أغلب قطع المعروضات، بحيث أنه تنتهي تجربة الزائر في المعرض وهو يتعرف على الفرص في عمان من منظور الشباب، كون أيضا القصص المختلفة تقدم من منظور دور الشباب العماني في هذه المواضيع. تنتهي تجربة الزائر في المعرض وينتقل إلى الأقسام الخارجية، لدينا قسم الفرص ليتناول موضوع الفرص الاقتصادية والاستثمارية في عمان عن طريق تواجد ممثلين من القطاعات المعنية، ولدينا أيضا مركز المعلومات السياحية الذي تواجد فيه ممثلين من قطاع الطيران ومن قطاع السياحة في عمان لترويج الباقات السياحية، وأيضا لدينا المتجر اللي يقدم على مدار 6 أشهر أكثر من 2000 منتج عماني من صناعة الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المرأة الريفية.